تم محاصرة مستشفى الأندونيسي آخر أسبوع من قبل الجيش الإسرائيلي بعدما انتهى من مستشفى الشفاء. كانت الدبابات تحيط البوابات الغربية والشمالية، كان القناصة على الأبراج يعتلون أبراج حول المستشفى الأندونيسي، تم استهداف بعض الغرف في المستشفى. بعد حصار المستشفى لمدة أسبوع، حصار مطبق قطع الماء والإمدادات الغذائية والإمدادات الطبية، تواصل الجيش الدفاع مع إدارة المستشفى بضرورة إخلاء المستشفى تماما. آخر ثلاث أيام تم الحصار مطبق من قبل الجيش الإسرائيلي، أبلغونا ضرورة إخلاء المستشفى تماماً من المرضى ومن الجرحى ومن الطواقم الطبية. طبعاً طلبنا سيارات إسعاف لنقل المصابين، كان الرد بأنه أحضرونا بصات نقل ركاب، بصات نقل مسافرين طبعاً غير مجهزة لا طبياً ولا مجهزة بجرات أكسجين ولا بأي مستلزمات طبية. قمنا بنقل المرضى على ثلاث دفعات، في أول يوم نقلنا ما يقارب 200 مريض، طبعاً سعة الباص 50 راكب، كنا نضع 100 مريض داخل كل باص. في ثاني يوم نقلنا 400، آخر يوم طبعاً تبقى لدينا 300 مصاب حالاتهم حرجة ومتوسطة. قمنا بوضعهم داخل باصات لا تصلح طبعاً لنقل المرضى. في اليوم الأخير طبعاً خرجنا والدبابات أمام البوابات المستشفى.